هل تسجيل قراءة القرآن والاستماع إليها لاحقا يعد من العجب المحرم لي؟ الله أعلم. أنا قد أسجل خطبة لي وأسمعها لأقف على مواطن الزلل والعيب والقصور وتجنبها في المرات القادمة. يعني لا تسيء الظن يعني لا بنفسك يعني ولا بالناس، وإن كان ينبغي أن تكون على حذر. مش لازم إني أعاد السماع القراءة أو التسجيل عموما لخطبة أو لقراءة القرآن يكون رياء وعجب ومصيبة وكبيرة ونكد. ده قد يكون محاولة لتطوير النفس واستصلاح الأحوال، ويرجى أن يكون من هذا القبيل بإذن الله.